اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مسقعة الأرنبيط. الأرنبيط لنا مشاكل معاه. عندك كولون ما تاكلش أرنبيط، عندك مشكلة مع الجهاز الهضمي ما تاكلش أرنبيط. مع الشيف المغازي النهاردة هنعمل مسقعة الأرنبيط ونتلاشى مشاكل الأرنبيط مع الكولون بإضافة بعض الحاجات اللي تقلل مشاكله زي الكمون زي الكزبرة، الحاجات اللطيفة النعناع ده كله بيهدي الكولون. معانا النهاردة كمان طبق جديد حصري اللي هو الفلفل المقلي محشي. دايما الفلفل الجميل الحلو اللي معانا من خير أرضنا وفي أيام الشتاء بتظهر وبتزدهر الخضروات الجميلة، هنعمله النهاردة بيتعمل مقلي مع طعمية، يتعمل مقلي مع المسقعة، ولكن هو يتحشي ويتقلي بالتأكيد هتكون في فكرة جديدة كالمعتاد. هتحشي جبنة موزاريلا مع خلطة لطيفة ويتعمل كريسب لطيف زي الجمبري كده، يعني هو مقلي هتلاقيه جمبري. حلو الكلام. معانا النهاردة طبق لطيف من المطبخ الشامي، البرغل بالشعرية. شعرية مع برغل، طبق لطيف لكبار السن والأطفال. البرغل فيه كل العناصر الغذائية لأنه القمح كامل كل الألياف بتاعته. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتير، فيها معلومة غير معلومة، ولكن بتكلفة قليلة جدا تقدر تخش المطبخ ومفاتيح السعادة الزوجية في مطبخك، تقدر تعمل أكلات في متناول الجميع. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومة غير معلومة وكمان أطباق سهلة ولطيفة بشكل جديد وطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المسقعة الأرنبيط في الريف المصري والصعيد المصري طبعا يبدعون فيها، المسقعة والحاجات الجميلة وأكلات الزمن الجميل، وخاصة الأرنبيط الجميل والبتنجان دايما احنا بنبدع فيه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي النهاردة هنعمل مسقعة الأرنبيط ونتلاشى مشاكل الجهاز الهضمي والكولون، والناس اللي بتبقى نفسها تاكل أرنبيط بس يقولك معايا مشكلة مع الكولون. معانا أرنبيط، نشتري أرنبيطية حلوة وهنقول لحضراتكم ازاي نغسل الأرنبيط بما ان هو من الدرنيات الجميلة اللي بيشيل أتربة ممكن حسب الأحوال الجوية، فلازم نتلاشى الرملة. ومعانا لحم مفروم، ومعانا كزبرة وطماطم وشوية حب وزبدة، وما ننساش الكمون والكزبرة، دول أساسي في أكلة الأرنبيط اللي هنعملها مع بعض النهاردة. البقوليات عموما تحب الكمون والكزبرة، تلاحظ أن الفول لازم شوية كمون شوية كزبرة وهكذا. أول حاجة هعمل الصلصة بتاعت اللحمة المفرومة، نشوف نعملها مع بعض إزاي. أنا طالع باللحمة المفرومة بتاعتي متعصجة. حلو، يعني إيه؟ يعني بصل وتوم وعصقتها، يعني ممكن أعمل منها فطاير، ممكن اعمل منها اي حشوات، مكرونه بولونيز، مكرونه بالبشاميل. فانا معصجه وسايب الصوره مفتوحه. يعني الصوره مفتوحه اشكل منها زي ما انا عايز. هبدا دلوقتي اخد فص توم حلو مع شويه كزبره مع مكعبين من الزبده، ونعمل الخلطه بتاعه اللحمه المفرومه ونشوف نعملها مع بعض ازاي. عندك لحم مفروم في الثلاجه هتطلعيه وتبداي تشتغلي بيه. وهناخد للامانه كمان هنا معلقه دقيق صغيره. شفت بقى التركايه اللي عمل المسقعه؟ هتعجبك. اهو هنشتغل بدول. اول حاجه بنحط هنا مكعب زبده، على مكعب الزبده ده شويه ثوم، وندخلهم النار. ننزل بالكزبره الخضراء. شفت الجو ده كده؟ اهو تاني معلقه زيت، شويه زبده، تومه، كزبره خضراء، معلقه دقيق صغيره. معقوله يا شيف؟ اه دي مهمه جدا. ونقلبها مع الخليط ده كده. الله، ونشم ريحه الدقيق وحلاوه الدقيق مع تحميره الزبده والتوم. شفت التركايه دي بقى؟ هتدوري بايدك في المطبخ هتلاقي كل اللي انا شغال بيه ده، يعني مفيش حاجه اختراع، ولكن الفكر الطهوي والابداع الطهوي اللي دايما بتكلم عنه، وحبك للمطبخ ومفاتيح السعاده الزوجيه هي اللي بتشجعك في انك انت تبدعي الابداع. اهو حمرت الدقيق مع الكزبره مع الثوم مع الزبده، اهو زي الفل. وهنزل يا عم الشيف بالطماطم. بس خلاص، خلي الطماطم تغلي شويه كده. برافو،
برافو عليكي يا ست الكل، بتقولي هنحط اللحمة المفرومة، هو ده. أنا بيعجبني اللي بيسبقني في الإجابة. ناخد اللحم المفروم بتاعنا وننزل بهنا. نعم يا غالي، سؤال وجيه جدا، وأعتقد الكل نفسه يسأله دلوقتي بس مكسلين نتصل. ليه الشيف حط معلقة دقيق؟ وجود معلقة الدقيق وإضافة معلقة الدقيق لصوص الطماطم بتاع المسقعة بيديني قوام للمسقعة وبيخلي المسقعة ما تبقاش مصيصة. يعني ما ينفعش أغرف طبق مسقعة وألاقي صوص الطماطم طالع في أطراف الطبق. بيديله شخصية، بيديله قوام. أسيب الخليط ده يقلي على النار يغلي كده، أهو بالشكل ده كده زي الفل. على ما ياخد غلوة على النار، تعالوا نشوفوا إيه قصة القرنبيط. يتعمل مقلي إزاي؟ يتعمل مسقعة إزاي؟ يتعمل مشوي إزاي؟ بطريقة بسيطة وسهلة. القرنبيط بتجيب القرنبيطية من سوق الخضار، ولازم تلاقي قرنبيطية تكون حلوة، ما تبقاش مثلا اللون بتاعها فيه الوان، بتبقى تلاقي القرنبيط مركون عند الراجل وفي الوان غريبه الشكل دون التفسير، يعني مركون وبتلاقي سواد، بتلاقي مش عارف حشرات، لازم تكون معانا بالشكل الجميل ده كده. طبعا احنا سبقنا وعملنا الشغل ده. وبتجيبي بوله فيها ميه عليها شويه كمون وعصره ليمون، ميه وكمون وعصره ليمون، وننقع القرنبيط ده في الميه بالكمون بعصره الليمون بعد ما نقطعها بالشكل ده كده. انا الخطوه دي انا عديتها علشان نكسب وقت شويه. ليه ليمون؟ الليمون طبعا بيقتل اي جراثيم او اي الحشرات اللي بتبقى طايره في الجو حسب العوامل الجويه، بتبقى ما بين القرنبيط وبعض، دي رقم واحد. ليه الكمون؟ الكمون بيمتص الحاجات الكبريت اللي موجود في القرنبيط اللي بيؤدي للغزال. العلم حلو على فكره، والعلم لما يتكلم سمع وسع. الواحد لما يدرس تفاصيل الاكله ويعمل تواصل ما بين العلم ودراسة التفاصيل، ما بين أن يكون طباخ شاطر، دي حاجة حلوة. القرنبيط هنا جاهز معايا زي الفل، والزيت هنا درجة حرارته عالية، مش مولع الزيت. ليه؟ هنسيب الزيت يولع. اوعي تحط قرنبيط في زيت بارد، هتلاقي القرنبيط ده شرب لك الكيلو الزيت وتدعي عليه. سخن الزيت كويس حتى لو الحلقة مش هتخلص، وبعدين ننزل بالقرنبيط ده في الزيت المغلي. طب انت ما عندكيش القلايه دي، في طاسه وبتعملي القرنبيط ده بتقليه. هناخده قليه كده لطيفه، وبعد ما بيتقلي بنشوف ازاي نطبق المسقعه مع بعض. هنخلي القرنبيط جنبينا هنا كده على الزيت ما يسخن شويه. طيب هنشتغل مع بعض في طبقه تاني دلوقتي عشان نكسب وقتنا، طبق الشعريه بالبرغل او البرغل بالشعريه، مقاديره على الشاشه. عايزك تبقى في المطبخ شطوره كده زي كل حاجه ايه بتعمليها في وقت واحد. ازاي اعمل طبق حلو اسمه شعرية بالبرغل أو برغل بالشعرية؟ الطبق ده بهديه لكبار السن، سريع المضغ وسهل المضغ وسريع الهضم، الاتنين مع بعض، سريع المضغ وسهل المضغ وسريع الهضم لكبار السن، وقيمة الغذائية عالية جدا، ما فيهوش لحمة بس فيه بروتين. البروتين هيجي منين؟ من معلقتين سمنة حلوين وبصلاية حلوة هنحمرهم قبل ما ننزل بالشعرية بتاعتنا مع البرغل. هي دي التفاصيل الصغيرة لعمل البرغل بالشعرية. بصلاية حلوة، شفنا المقادير، ناخد البصلاية دي كده في طاسة بتسخن على النار، بنحمرها، بعد ما نحمرها بننزل عليها بشوية دبس الرمان. حلوة أوي. ناخد البصلاية دي يا عم الشيف، أخبار الزيت إيه بيسخن هنا، هنحط هنا معلقة زيت صغيرة. نعم يا غالي، عينيا حاضر، هنشيل دي هنا ونخلي دي هنا كده الصغيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. دنيا حلوه كده تمام زي الفل. معلقه زبده ونحمر البصلايه الحلوه دي مع بعض. ايوه، مقادير البرغل على الشاشه، سهله وبسيطه وطبق جديد. معانا قرن فلفل حلو، حلو بالشكل ده كده. نعم، لا مش هحمر الشعريه، الشعريه تنزل زي ما هي مع البرغل. الله، حلو. ونقلب دول كده بنفس المعلقه اللي انا شغال بيها. الله، اهم حاجه تحمير البصلايه بمكعب من الزبده يسرع ويسهل تحمير البصلايه بالشكل ده كده. بهاراتك الحلوه يا عم الشيف،
خلي بالك الزيت بيسخن هنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم عشان نسقط فيه القرنبيط، فما تستعجليش، ما تخليش حد يستعجلك، لانك لو حطيتيه في زيت بارد هيشرب الزيت والقرنبيط مش هيبقى حلو خالص. فيفضل قلي القرنبيط والبتنجان في زيت شديد الحراره. البصلايه خدت لون مع الفلفل مع الزبده، بهاراتك اللي حطها يا عم الشيف قول لنا الله يرضى عليك، شويه بابريكا شويه فلفل اسود شويه كمون. شوف هعمل ايه بقى، تركيه حلوه دلوقتي هتعجبك قوي على فكره، بوسع كده وسع معانا فص توم حلو بينزل هنا كده. ما بتبقي شاطره في المطبخ بتلاقي نفسك بتشتغلي كده وانت حابه انك انت تقف في المطبخ تشتغلي، تكون عندك العلم وعندك الفراسه وعندك الخبره. معلقه زبده ونسيبها على التومه بالشكل ده كده. الشعريه بتاعتنا هنسقطها هنا كده ونسيبها شويه. يا سلام عليك يا عم الشيف، اوعى تقربي منها ولا تقلبيها، سيبيها زي ما هي كده. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل حاجات كتير قوي. اخبار الزيت ايه؟ تمام، يلا بينا. هو ده هو ده دي اسمها زهره. يا زهره، الارنبيت يسمى في الخليج ودول الشام بالزهره، احنا بنسميه في مصر ام الدنيا ارنبيت، والارنبيت بتاع خير ارضنا لا يعلى عليه، بياض ناصع طعم جميل. شفت الحلاوه دي؟ يلا بينا. لسه تاخد مني كمان. كل ما يتحمر شويه كل ما يخس في الزيت. زي اهم حاجه الوصفه اللي انا قلتها في البدايه، ميه دافيه ميه ساقعه، تكون ميه مغليه مفيش مشكله، بنجيب عليها كمون وليمون، نقطع ليمونه نصين ونعصرها في قلب الميه، معلقه كمون مطحونه، ونحط القرنبيط بعد ما نفصصه من القرنبيطايه ننقعه شويه لمده 10 دقائق لحاجتين، التخلص من الشوائب والاتربه الجويه وحسب العوامل الجويه، اتنين نتخلص من ماده الكبريت ونقلل منها اللي بتعمل مشاكل مع الكولون. عينيه ده انا بس انا قاصد اخليها شويه هنقلبها بس نشوف ايه الدنيا كده. هنا في تومه مع زبده فاكيد التومه مع الزبده ساحت وادتني طعم، اقوم اخلطهم كلهم على بعض. هو ده، شفت الحلاوه دي؟ هو ده. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده. لسه ما خلصتش، شوف نار شديده لازم. واللحمه بتستوي على النار، لحمه ايه؟ لحمه القرنبيط. ننزل بالبرغل بتاعنا. نعم ده مش رز يا شفيق. حاضر عادي، انت تقول اي حاجه، انت البرغل بالنسبه لك رز، قول اي حاجه، اهم حاجه الصوره الحلوه. شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده. سيبونا عيش بقى مع الخليط الحلو ده والطبق الحلو ده، سريع المضغ سريع الهضم، كبار السن تاج على روسنا، لولاكم ما كناش على وش الدنيا، لازم نحط في الاعتبار واحنا بنعمل اكل. يا امي يا ست الكل يا بنوته يا ست العرايس، تعملي اكل يناسب كبار السن والاسره، والصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا بعرف برغل، طبعا برغل احنا كلنا عارفين القمح الصلب بعد ما بيتفرم او بينطحن بيطلع لي برغل ناعم وبرغل خشن، فاصبح ده قمح. خلي بالكم الاكله دي فيها تفاصيل الهيه كبيره قوي وفيها قدره الهيه جميله جدا. الشعريه تصنيع من الدقيق، الله، مصنعه من الدقيق اللي هو في الاساس برغل اللي هو القمح، فالاتنين مع بعض انسجام حلو قوي، هيدوله طعم مختلف. البرغل ده يا اخوانا لما يستوي حلو، على فكره البرغل بيتاكل ني جوه التبوله، بقلبه انا مع بصل وتوم واسيبه على النار كده واهدى عليه شويه لغايه لما يشرب من بعضه مع البصلايه مع التومه مع القرن الفلفل الحار، كل ده مع بعضه. عندي بقى حاجتين،
والله انت احسن مني وعندك شوربه فراخ او شوربه لحمه في التلاجة، كنت سالقه فرخه امبارح ما شاء الله تبقى زي الفل، عندك لحمه كانت مسلوقه زي الفل، ما عندكيش لا ده ولا ده، انت في امان الحمد لله رب العالمين. هناخد الميه المغليه دي كده ونسقط بقى هنا اهو، ده غير عيار الرز خلي بالك، قليل جدا بس خلاص، ونشيل ده من هنا. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني كوبايه البرغل تقريبا بتاخد كوب الا ربع من الماء. ونسيبهم على النار يتشربوا مع بعض كده بالشكل ده كده زي الفل، نار هاديه ومعلقه سمنه حلوه كده. اصبح ان الاكله دي فيها ايه؟ بروتين، نشويات، كربوهيدرات، الياف، كل حاجه انت عايزاها بتدور عليها. لما بقول قيمتها الغذائيه عاليه جدا وكبار السن لان فيها كل حاجه بندور عليها. وهنغطي الحله دي يا عم الشيف ونسيبها على جنب شويه، تمام بس خلاص كده. نشوف الارنبيط اخباره ايه. هو ده، الله، بيتكلم مصر في قلب الزيت اهو. شايف الارنبيط؟ على فكره انا واقف محطه هنا، انا دايما بسميها محطه الابداع، محطه الابهار. يعني الارنبيط ده بالشكل ده ممكن نعمله سلطه، زيت زيتون وعصير حامض دبس الرمان بقت سلطه. عد على صوابعك كده لغايه لما يعني نشبع من الموضوع. رقم اتنين، بنفصصه كده ونعمله مع الطحينه. هتجيب سلطه الطحينه عاديه، طحينه، كمون، زيت زيتون، عصير ليمون، تعمله طحينه وتاخد الارنبيط ده تغرقيه في الطحينه. حلو، خد اللي عندك كمان اللي جايه دي كده بقى تعظيم سلام. زبادي، هتجيب الزبادي تحط عليه نعناع، عصرة ليمون، شوية زيت زيتون وتقلبيهم مع بعض بقى أرنبيط بالزبادي. لسه لغاية دلوقتي بتعد على أصابع إيدك. ها، أرنبيط مقلي أهو، أرنبيط مقلي أهو أهو أهو، ده أرنبيط حلو. ممكن نعمله مسقعة، ممكن نعمله مقلوبة. الله الله على الرز المقلوبة، كل ده من الأرنبيط. ممكن نعمله برجر، ممكن نعمله كفتة. بنجيب بطاطس ونحط عليها الأرنبيط ده بعد ما ياخد سلقة صغيرة وتاخد بيض وتاخد خضرة وتبقى كفتة الأرنبيط لطيفة وجميلة. كل ده مع بعض اهو اهو اهو، الله، نشيله كده من الزيت خلاص كفاية عليه كده زي الفل. أنا مش عايز أحمره جامد بس، ينزل زيته معانا لحمة مفرومة ونيجي نطبق الأكلة الحلوة دي مع بعض كده. نطفي النار من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وعايز أعمل شوية مسقعة جامدين جدا. المسقعة دايما بتحب الفلفل الحار، سبايسي، معانا فلفل حار. ممكن كمان على فكرة أخد واحد من ده حلو كده، معانا شوية كزبرة خضراء، معانا شوية شبت، كزبرة والشبت مفيدين جدا لمشاكل الكرون. دي كزبرة وده شبت، نخليهم معانا كده. هنشوف هنعمل بهم ايه دلوقتي. الأرنبيط نزل الزيت بتاعه، بناخد نص الكمية كده بالشكل ده كده ونفصصها كده واحنا واقفين. الله، يا سلام يا سلام على عصرة ليمون هنا وفص توم ومعلقة طحينة. يا سلام زي ما هو كده ياخد تومة وكزبرة وبألف هنا وشفا. حلو، فصصته كده، باخد اللحمة المفرومة. شفت قوام اللحمة المفرومة؟ شفت جمال اللحمة المفرومة؟ هو ده، معلقة الدقيق هنا عاملة عمايلها زي الفل. ونوزع اللحم الطيب على وش الأرنبيط، وعندنا كمية أرنبيط تانية أهي مسقطها هنا. الله عليك، إيه المسقعة الحلوة دي يا عم الشيف؟ ده أنت مدلع الأرنبيط خالص. لسه ما خلصتش. درجة حرارة الفرن عندي 180. على فكرة ممكن تحط جبنة موزاريلا، والله تبقى لطيفة وجميلة، إيه رأيك؟ دي مش في، أنا دايما بخرج بره الإيه؟ بره النص. انا عندي شويه جبنه اهوت حلوين قوي، ممكن يا استاذ رحاب نضيف جبنه عادي الاطفال هيحبوها، واقلبها مع الخضره دي كده
شفت الجو ده كده، واخد الحلويات دي كده هنا اهو واحطها هنا كده وادخلها الفرن. يا سلام عليك يا عم الشيف، دايما انت ماشي بفكرك انت. انا عملت اكله بمقادير معينه، ضيفي للموضوع. كانوا زمان يعلمونا في الانجليش ده، درجه النجاح في الانجليزي كانت 9 من 40، تجيب 9 نجحت في الانجليزي، ما اعرفش ليه. بس هل الموضوع ده لسه قائم لغايه دلوقتي؟ الله اعلم. ولكن كانوا يعلمونا يقول لك ايه، لما تيجي تتعلم كلمه انجليزي اكتبها بايدك، لما تكتبها بايدك هتحفظها. انا حافظ الموضوع ده مع اني ما كنت بليد في الانجليزي يعني. عايزين، حاضر يا فندم والله، عايزين تعرفي انك تعملي الاكله ازاي. دايما انا بدي مواصفات اكله او مقادير اكله على الشاشه، ضيفي التركايه بتاعتك، ضيفي الفكر بتاعك، ما تمشيش على المقادير بتاعتي يعني، تعمدي ليه؟ هتبدعي فيها اكتر، انما تحفظي ويبقى تبكل ونفس الكوبي مش هتبقى حلوه. خلي بالك اللي بقوله ده مهم جدا. انا خدتها زي ما هي كده، مش هدخلها الفرن اهو، وهنفتح الفرن بتاعنا ومخرجنا الجميل هيجيبها وندخلها الفرن. ايه رايك؟ يلا بينا، يلا بينا على الفرن، يلا بينا هندخل على الفرن. اهي اللهم صل على النبي، اهي القرنبيط مقلي واللحم المفروم مستوي، المطلوب من الفرن هنا يسيح الجبنه يديني وش، وطبيعي الطواجن والمسقعه وده كله لازم يخش الفرن. تبص على الفريك، قصدي على البرغل مع الشعريه قبل ما نطلع، هو ده. شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده. الله، اكله سهله المضغ سهله الهضم، كبار السن اطفال اهي. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ويرجع بعد الفاصل المفاجاه بقى. فلفل النهارده هنعمله محشي جبنه وخلطه لطيفه، وهنعمله كريسبي زيه زي الجبار الجامبو. اوعوا تروحوا بحته، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه برغل بالشعريه لطافه. مخرجنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو كنا حمرنا الشعريه دي مش كانت بقت لطيفه؟ ممكن. برضو قلت لك دايما وبقولها، المطبخ له دستور وله قاعده، تعملي اللي انت عايزاه، ما يتقبله افراد الاسره من طعم وشكل ولون. ده مهم جدا على فكره. طب انت لو هتاكلها، انا اكلها من غير تحمير مع البرغل، تبقى لطيفه وجميله وطريه. اه شفتوا ازاي؟ او زي ما انا اشتغلت فيها بالظبط كده، حمصتها مع بصل ومع توم وشفناها على النار مع سمنه بلدي، وفي الاخر حطيت عليها البرغل. تعالوا مع بعض نعمل الطبق الجديد الحصري في فكر طهوي شويه، ازاي اعمل فلفل محشي جبنه مقلي كريسبي. يعني هنحشيه، ممكن نحشيه لحمه مفرومه، ممكن نحشيه جبنه، ممكن نحشيه فراخ مفرومه، ممكن تحشيه سمك، ممكن تحشيه جمبري. انا هديك الفكره، وزي ما قلت لك الفكره ان احنا نغير منها ونجدد منها، ده مهم جدا. حلو، الطبق ده هحطه هنا. الله اهو، اقرك كده يا عم ملاح، راضي عني؟ الجرنش بتاعنا اهو، طمط ميه حلوه. البرزنتيشن وانك ترسم الطبق وانك تجرنش الطبق دي بتاعتك، اللي هو يبقى طولة بالك عايزه تعملي حاجه حلوه كده زي ما انا شغال كده. طماطميه حلوه لطيفه، ممكن تحطي بصل اخضر، الاكله دي حلوه. تحبي الطبق المخلي اللي جنبيها؟ يا سلام لو عندك شويه خيار مخللين، يا سلام لو عندك زبادي بالنعناع وبالثوم. شفت الطبق اتغير؟ ها ده المقصود من الموضوع اهو، بالشكل ده كده. الله، ده بصل اخضر باخده كده نفس القصه. انتهز فرصه وجود البصل الاخضر في السوق ايام الشتاء، ونكسر من ده ما بيتخزنش. ولكن بيعمل ايه يا عم الشيف؟ طول ما احنا بناكله ترسنه من الاكسده، وترسنه من الحصانة، مضادات أكسدة، يقوي المناعة، ينشط الجهاز الهضمي، كل ده. طبعا هنا شكله اختلف. ها حلو، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الفلفل المحشي بتاعنا بطريقة جديدة وحصري. حلو قوي. هاخد الفلفل ده كده واجيب سكينة صغيرة. حلو،
ونشيل القمع بتاع الفلفل ده كده من هنا. انا معايا واحده بس وكلهم معمولين، فاحنا نجيبها مره واحده. ايه رايكم يا شباب؟ اهي 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 ده جمبري جامبو. واشيل دي كده وبالراحه خلاص، اعمل كده بالسكينه. عشان كده بقول لك السكاكين الصغيره دي مهمه. دي تطلع كده ونفرغه كده ونيجي على البنشه نعمل كده من غير ما تجرحيها بقى. كلهم كده بص عليهم بقى مخرجنا اهو. شفت القصه دي؟ وتجيب الارض الفلفل المليان اللي بالشكل ده كده. حلو. ده موجود دلوقتي، مش هتلاقيه في الصيف بالشكل ده كده. حلو كده زي الفل. خلصنا من ان احنا نقور الفلفل زي الكوسه زي البتنجان وهكذا. البنشه بتاعتنا. نعم سؤال بيقول لي انت حاطط ليه منديل تحت البلانشه؟ انا حاطط المنديل تحت البلانشه ده، تحط فوطه تحط منديل سواء بلانشه خشب او بلانشه بلاستيك اللي موجوده في السوق، علشان لو في سوائل نزلت نتيجه تقطيع طماطم نتيجه اي حاجه تثبت لك البلانشه، ما تخليهاش تجري على على الرخامه على الكاونتر وهكذا. شفت ازاي؟ حاجه بسيطه ولكن بتعلمك حاجه. هناخد الفلفل ده كده ونعمل الحشوه بتاعتنا واحنا واقفين مع بعض. الحشوه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ واحنا واقفين كده جبنه موزاريلا، تشكيله جبنه، تحط موزاريلا بس مفيش مشكله، دون عين جبنه همت عليهم شويه كزبره حلوين. حلو عليهم شويه شبت حلوين، فص توم كانك هتعملي اومليت يعني بالخضار حلو الكلام. هنحط معلقه دبس الرمان حلوه، وده اختياري برضه زي ما انا شغال. معاهم بيضه معاهم شويه بهارات، بهارات كده زعتر بابريكا فلفل البهارات العاديه، بس طبعا مش هنحط لا كمون ولا كزبره. زعتر فلفل بابريكا شويه ملح، هنقلل الملح لان الجبنه هنا ممكن فيها ملح، فهنا كنترول على الملح. ونقلب كده الخليط ده ونمسك الفلفل ده يا عم الشيف، نحشيه الخلطه دي. عندك لحمه مفرومه مستويه متعصجه جاهزه، ما تحطيش لحمه نيه حطيها. عندك صدر فرخه بايت من امبارح في الثلاجه، كنت عامله ملوخيه للاولاد، قطعيه وحطيه. عندك هوت دوج قطعيه مكعبات صغيره وحطيه. عندك سجق سويه على النار وبعدين حطيه. الحشوه اللي تتحط في الفلفل هنا لازم تكون مستويه سواء لحم او فراخ او اي حاجه. عندك جمبري سويه في شويه ميه بعصره ليمون وحطيه وهكذا. شفت ازاي انا بساعدك؟ عشان تعملي حاجه احسن مني، وانا بكون فخور لما تكون احسن مني. ما تبص على المسقعه، تستاهل تطلع من الفرن. ايه رايك؟ اهي شويه مسقعه حكايه بتتكلم مصر زي الفل. معاها قرنبيط، معاها فكر طهوي. هناكل القرنبيط بقلب جامد وداعا للغازات. جيبها لي وهي بتغلي كده على الكاونتر، الله يرضى عليك. ايه الحلاوه والجمال ده؟ غازلها القرنبيط. اللهم صل على النبي. اهو نحشي كده حلو، كمان واحدة. حلو، احنا واقفين كده مع بعض بالسلة، كمان واحدة. معانا بيض وبقسماط ونشا، هنخفق بيضة مع معلقتين نشا مع شوية حليب، ونغرق الفلفل ده في النشا والحليب والبيض، وبعدين تنزل على رقائق الذره او البقسماط. فكره حاجه جديده. جمبري ده لما يتحمر في البقسماط دلوقتي على السفره بقى زي الجمبري. عامله مشويات، قدميه مع المشويات. عرفت الفكره ازاي؟ انت بقى ممكن تكوني
لحمه مفرومه بقيت احسن مني، فراخ مفرومه ومستويه ومتقطعه. المهم ان اي حشوه هنا التوبنج بتاع الفلفل ده لازم يكون مستوي، سواء لحوم او فراخ او سمك. انا حاطط جبن. حلو، احل احش كده. الاولاد بيحبوا الافكار دي على فكره، يعني في دلوقتي ماشيين اللي يحبوا الاختراعات والافكار دي. فانت برضو تمشي مع الجو وتمشي مع الايه، تتماشي وتسيس الدنيا وتعملي لهم الحاجات الجديده دي، بس تكون انت حصري كده. وعشان تكون حصري، عشان تكون مميزه جوه العيله وجوه الاسره وجوه البلده وجوه المنطقه وجوه الشارع، لازم تتابعي برنامج اكله ام على القناه الاولى. هناخد الفلفل ده يا عم الشيف مع معلتين دقيق مع معلتين نشا، ونعمل خليط زلالي، خليط له قوام، خليط له شخصية، وعندي زيت بيسخن على النار. حلو، عشان نسقط الفلفل ده في قلب الخلطة دي ويطلع بعد كده على البقسماط. الخلطة دي هتيجي منين؟ من البيضة الحلوة، من شوية النشا الحلوين، من شوية الدقيق الحلوين، ونقلبهم مع بعض مع قليل من الحليب والتوابل. زي ما انا شغال كده، شفت السرعه والبساطه؟ حاول. اللهم صل. الزيت اخباره ايه؟ حلو قوي. يسخن، يسخن جيدا. لازم الزيت هنا يكون شديد. انا مطلوب من الزيت هنا يحمر لي الفلفل، شويه حليب صغيرين، ونقلبه دول كلهم مع بعضيهم وانا شغال كده. احب انا اشتغل كل حاجه في وقت واحد. عندنا حاجه في الفرن مخرجنا؟ تمام، الارنبيط طلع والمسقعه طلعت، ونقلب دول مع بعض. عايز قوام، لان الملمس بتاع الفلفل ملمس ناعم، خلي بالك القوام هنا يكون تقيل. اهو نفس العجينه اللي بنعمل بيها التنبوره. ما هي التنبوره؟ التنبوره دي اكله يابانيه بتقيل خضار لحوم اسماك في الخلطه دي، بتاخد صودا، بتاخد ممكن نشا، بتبقى سبايسي. اخواننا الصينيين بيحطوا الوسابي صوص فيها، اخواننا اليابانيين يحطوا شطه، اختياري. الوسابي اللي هو البودر منه او المعجون، في منه المعجون وفي منه البودر، ده بيتباع برضو في فين؟ في السوبر ماركات الكبيره. حاضر يا فندم. تقولي لي اسوأ خبر بتسمعه وانت شغال لما يقول لك فاضل دقيقتين ثلاث دقايق، كان واحد بيقطع لي حبل افكاري. والله انا عايز اشتغل كده، محدش يقول لي بطل. اصحى وانام وانا شغال كده. انا عاشق للمطبخ، انا مريض مطبخ. وانا واقف شغال، ده المتعه هنا، الاستمتاع هنا مع واحد بيحب حاجه هو بيحبها. هننزل الخلطه دي كده، شفت الجو؟ شفت بقى الخليط؟ لما انا بقول ملمس الفلفل لازم تكون الخلطه قويه. ونسقطها هنا تاني. شفت ازاي؟ ونسقطها هنا. بعدين يا عم الشيف، في زيت بقى لازم يكون شديد الحراره، هنغلفها ونقلها في قلب الزيت، مش تاخد وقت. وانتوا قللتوا الوقت بتاعي يا شباب؟ انا بحس الوقت بيخلص بسرعه، ما فيهوش بركه ليه؟ انا اطالب بساعتين على الهواء. بهزر، خلوهم ثلاث ساعات. زي ما انا شغال كده، ناخد الخلطه دي يا عم الشيف، وعندنا زيت شديد الحراره، بناخدها كده ونقف جنب الزيت. اللهم صل على النبي، ونبدا نحمر مع بعض بسرعه. طبعا لازم وانت بتحمري برضو في فن هنا، الشبكه بتاعه القلايه تكون في قلب الزيت. خلي دول كده على جنب. الله، في قلب الزيت، تقفليها كده، شفت الجو ده كده، وفي قلب الزيت. يلا كده في قلب الزيت كده، في قلب الزيت كده، في قلب الزيت. بنقلي جمبري احنا. كده لازم القوام بتاع الخلطه يبقى سميك عشان يمسك فين
في الفلفل كده في قلب الزيت. ما تهزهاش كتير بقى، سيبيها كده براحتها. اهم حاجه هز، لا زي ما هم كده. اي حاجه تحطها في الزيت السطح الخارجي ليها زي الفلفل كده والتوبنج بتاعها ما تهزهاش كتير، الا انك تحط بتنجان مثلا ولا قرنبيط هزيه بعد ما تخلص على طول. نشيل كل ده من هنا. فكره حلوه، فلفل عند الفكهاني قد كده او عند بتاع الخضار عموما، هتجيبيه وتعمليه بالفكره دي والحشوه زي ما انت عايزه. فراخ بايته في الثلاجه زي ما قلت لحضراتكم، لحمه مفرومه، سجق، الحاجات اللي موجوده عندك. روايه مطبخك كده عشان وارد ضيوف يجوا لك. ونقف كده نشوف الدنيا عامله ايه هنا. حبيبي حاضر عينيا، انا والله النهارده بسمع لك كلامك اهوت، وكل يوم بسمع كلامك. مخرجنا عايز الدنيا رايقه، اجيب طبق التقديم؟ تستاهل طبق حلو. ممكن تقدمي معاه كاتشب للاولاد، ممكن تقدمي معاه مايونيز للاولاد زي ما انت حابه، ممكن تقدمي معاه سلطه الطحينه للاولاد. عجبتك الفكره تعملها النهارده برضو، ما يتقلبش كتير. حلو، معانا وقت ولا نطلع؟ زي ما تقولوا لي انا معاكم. في صوره حلوه على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اظبط الدنيا. حلو. صينيه المسقعه بالقرنبيط على الشاشه فيها تفاصيل كتيره، وقلنا القرنبيط له مشاكل مع الكولون، بالكزبره الخضراء والكمون بننهي المشكله بنسبه 90%. معانا طبق جميل بهديل كبار السن والاطفال، سريع المضغ سريع الهضم اللي هو البرغل بالشعريه. معانا فلفل سبايس شويه، معلش ده اختياري بقى، ده ممكن تعمليه مفيش اي مشكله، بس تسالي ضيوفك طبعا وتقولي لهم ان الاكله دي شويه سبايسي، مش قوي على فكره. الفلفل ده حنين في السبايسي بتاعه، ناخده كده. الله، جبنه ساحت، عشان كده بقول لك. حاضر. اهي واحده، اهي شفت الجبنه سايحه ازاي؟ اهي اهي حطها لك هنا. حاضر يا فندم. دي عايزه شويه كاتشب شويه مايونيز بألف هنا وشفا. يا اخواتي زي ما هي كده، الطبق الحلو ده كده هنا مكانه. الله، شويه خضره عليه كده. فلفل لونه اتغير. طبعا حلقتنا النهارده مش مكلفه ماديا، ولكن الخبره الطهويه، الفكر الطهوي، حبك للمطبخ، مفاتيح السعاده الزوجيه اللي بتكلم دايما عنها، مش هتروحي تجيبيها من اي مكان، هي جوه بيتك جوه مطبخك. خش كده وسمي بسم الله هتعملي حاجه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.